السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكم بهذا الفيديو السريع واللي هو مأخوذ من تعليقاتكم. أحد الأصدقاء يسأل إيش يعني صالنصة ودبلات، وأكيد هو يعني مو عراقي، وهاي إحنا نستخدم اللهجة هالشكل. عزيزي، الصالنصة هي العادم أو الإكزوز. العادم، عادم الهواء الملوث اللي يخرج من محرك السيارة ويصفيه ويكون هواء غير ملوث للجو. والدبلات هي مخفف الصدمة اللي انه السيارة تصطدم في بعض المطبات اللي تكون في الشارع. تحياتي. صديق يقول اني احمد صقبان ناصر من ديالة ام البرتقال، نادرا ما اعلق. تحياتي لك ابو جعفر، انت وحجي منعم وحجي عدنان واخونا الغالي دانيال. صراحة يعني احنا الشعب العراقي جدا نحبك ونحترمكم ونعزكم هواية، ودائما ما استمتع واني اشوف فيديوهاتك وانتم مجموعين مع بعض. دائما القعده والوقت المقضي مع كبار السن متعه وراحه لا توصف، وسوالفكم دائما حلوه وتضحك ونكون سعيدين جدا جدا. اتمنى دائما تفتح الكاميرا وتصور وتنزل فيديوهاتك طويله وممتعه. ربي يحفظك ويطول بعمرك. تحياتي لك احمد صقبان، وتحياتي لكل العائله. صدقني من قريت كلامك تمنيت اكون انا قاعد بنصكم نشرب شاي سوية ونسولف. تحياتي لك ولكل الافراد العائلة. صديقنا مرتضى يقول ابو جعفر، اغلب الناس فاتح القناة والفيديو على شاشة البلازما، فصعب يعلق او يعطي اعجاب، هاي هي المشكلة. واغلبهم كبير في العمر فما يحب هاي السوالف، التعليق ما متعود عليه. اليوم الاحد واتفقت ويا العصابة انه كل احد نلتقي هنا بالحديقة، هاي السنتر مال مدينتنا مدينة الكاهون، نلتقي من الساعة 11:05 الصبح الى يعني في الساعتين ثلاثة بثنتين بثلاثة هالشكل. نقعد هنا، اكو قهوة حلوة يعني نشرب شاي او ناكل كيك، او حتى اذا نتمشى، او حتى اذا نبقى قاعدين هنا على هاي المصطبات. الجو لطيف ويعني الدنيا كلش حلوة هنا، الهواء نقي، يعني من تشتم الهواء يختلف يعني غير شكل الهواء. فاتفقنا وياهم هالشكل، قالوا ما يخالف احنا راح نحاول نجي. واليوم الصبح حوالي ساعة بالعشرة دزيت رسالة المنعم، ودزيت رسالة لأبو رحيق، ودزيت رسالة لأبو داني، وقلت لهم لا تنسون موعدنا الساعة 11:05. ولحد الآن انتظر وما حد اجى، وهسه صارت الساعة راح تصير تقريبا بالوحدة، راح اضطر ارجع اروح. تحياتي لكم وهذا الفيديو القصير، واهلا وسهلا بكل الاصدقاء. تسعدني تعليقاتكم بصراحة، التعليقات اللي قلت يعني انه انتم تخلون تعليق على الفيديوهات. فصديقنا من ديالة وصديقنا الاخ اللي علقوا وقالوا انه يعني هم كبار بالعمر ويشوفون الفيديو على الشاشة البلازما، وعلى الشاشة البلازما ما بيها أكيد ما بيها لا تعليق وما بيها ما بيها لايك. أنا يعني عفيت عن هذا المعفيين، عفو عام، لا حد يعلق. النوبل يعلق راح نطيب بلوك، ماشي؟ أي واحد يعلق يحط لايك راح نطيب بلوك. صار تدلل بعد ماكو تعليقات، يلا مو مشكلة، ولا تتعبون نفسكم ولا أبد. حقيقة من قلت أنا يعني سووا هاي التعليقات وما أعرف شنو، تظهرت أو ظهروا فد أشخاص جدد أول مرة أشوفهم يعلقون، وهذا الشيء يسعدني يعني، لأن حتى أعرف أنا من اللي يشوفني هناك وشنو يعجبهم أو ما يعجبهم. فهاي الأشياء ضرورية، بس منه هيك شيء ما طول إنه كبار بالعمر وكل دا يشاهدوننا، وهاي كفاية. أنا بالنسبة لي ما تهمني أرباح القناة، مثل ما قلت بالفيديو السابق الأرباح أنا موقفها وما محتاج الأرباح الحمد لله والشكر. وهي الأرباح همين في موضوع يعني كلش بسيط، يعني مو ذاك المبلغ الكبير، وعندنا مشاهدات هواية، وتقول مثلا حرامات تجيني فد 2000 أو 1000 دولار بالشهر، لا ما بيها هيك مبالغ، مبلغ بسيط. بس مع هذا ما أني ما أريد هاي الأرباح. لذلك أنا إذا تشوفون أغلب الفيديوهات مالتي هي ما بيها أحد الأشخاص يعلق يقول ليش ما بيها الفيديوهات مالتك، ليش اهلا. شنو هاي؟ هلا ابو حسان،
اهلا بك، شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا ومرحبا، شلونكم؟ هلا ومرحبا. نصور فيديوهات ونسال عليك. الله يسلمك ويخليك. والمتابعين يسالون عليك. اشكرك. انت دائما تلقاني اصور هيك وتجي تسالني. اي صدفه. اي شلونك؟ والله برحمه الله، لله الحمد. خلينا نقعد هنا، خلينا نكمل. يلا. اي. فالارباح انا شايلها من الصفحه مالتي فما يهمني، بس حبيت اطمئن عليكم. المهم بعد لا حد يعلق ولا حد يحط كومنت، وراح نكمل الفيديو ويا ابو حسان. خلينا نشوف ابو حسان، لانه هوايه اصدقاء، خلينا نقعد هنا، هوايه اصدقاء الحقيقه سالوني على ابو حسان. يا ابو حسان، ابو حسان وين ابو حسان؟ وين ابو حسان؟ ليش هيك؟ ليش بصراحه هو همين عنده عائله يعني ومشغول، واليوم شوفونا طالع اليوم ما اعرف يعني شارلوك هوم، لون الشفقه ايش قد حلوه، ونفس لون القاط. باعوا باعوا باعوا، شوفوا الاناقه. اللي يريد يتعلم الاناقه يجي هنا. اي شلونك ابو حسان؟ والله برحمه الله، الحمد لله وشكرا لله الحمد. مكان نقول شلون الجمعيه، هذا السنتر. السنتر شلون الجمعيه؟ هم هنا يسموه سنتر. هنا يسوي نادي، نقول عليه نادي، مثل النادي بالضبط، نادي عائلي، نادي ترفيهي. نادي ترفيهي، نادي عائلي. ها هذا تجمع الجالية العراقية، تكون نسبتها أكثر من 80% الجالية العراقية. موجود جاليات أخرى اللي هم مثلا يعني السوريين والأفغان موجودين هسه، موجودين حاليا، موجودين بالسنتر مالنا. لا سجل؟ اي لا سجل. موجود بهذا السنتر. زين، اريد انا من عندك شيء. أي. اول شيء خلينا نخلي هذا هنا اذا تسمح. اريد من عندك فد شيء، انه تشرح لنا السنتر. انت اجيت الصبح دخلت للسنتر الساعه بالتسعة، هو شنو يعني؟ مثلا غرفه، بيت، لا تشرحه، وش راح يتقدموا لكم بالتسعة وبالعشرة بالضبط وبالتسعة راح الى ان شكوك تنتهي بايش الساعة؟ راح تشرح الجدول، راح اعطيك اول شيء. انت بالبيت الاتكيت ماله كله. انا بالبيت تجي علي السيارة، اي تنقلني من البيت الى السنتر اللي هو المركز الاجتماعي. نعم. نطب بالتسعة، لازم نعم. يكون تواجدنا 4 ساعات. خلال هالأربع ساعات هذه أول ما نطوب يقدمونا وجبة فطور. وجبة الفطور تشمل الجبن والبيض، أو اللي ما يحب يأكل هالنوبات يجيبوا لنا قمر، ها وعسل، ها بالسنتر. وأنت شيء عجبك تأكل من هذا النيء، تختار الشيء اللي أنت تأكله. من بعد وجبة الفطور تبدأ الرياضة. رياضة شكلين، الشكل الأول رياضة التنفس، لأن احنا كنا كبار سن سوينا رياضة التنفس الشهيق والزفير ومشاكل ذلك، وبعدين رياضة الرقبة والأطراف. تمام. من تنتهي مسألة الرياضة يطوك شغلات، مثلا أكو ألعاب تريد تلعب بهن، مثلا كرة الطائرة أو السلة، وأنت قاعد مو واقف. إي مال كبار السن. مال كبار السن، وأنت قاعد تمارس. والعطابة وأنت قاعد. وإذا ما يعجبك أن تمارس هالطقوس هذه، أكو رسومات يعطوك ألوان. إي. ألوان أقلام ملونة، أن ترسم هذه تخططها بالألوان الملونة حسب يعني مفهومك لهذه. للون خوش. او هذا تظهر من تكمل اللوحات، شوفها جميله، تكتب اسمك عليها، تعلق بلوحه يا بهذا عود فلان شو اسمه. هذا جانب. ورا هالشيء هذا تجي فتره الغداء. اي يجي الغداء، يعطوك الغداء تريد تاخذه. الشاي ما شربنا. شاي مو شاي موجود، ويا الريوق الشاي والقهوة يعني موجود. يعني شاي وقهوة ويا الريوق. هاي ويا الريوق. اي ولا، وثانيا هو مفتوح، هذا ايش قد ما تريد. تجي هذول اللي موجودين اللي هم يشتغلون على خدمتك، بس تأشر له يجيك رأسا. تفضل تريد قهوة. طول الوقت طيلة الوقت تريد شاي، تريد قهوة، تريد شاي بحليب،
تريد مي حار، تريد مي بارد، تريد مي وسط، شنو اللي تريده هذا موجود. نجي إلى فترة الغداء، وقت الغداء يجيبوا لك الغداء، الغداء واحد، مو كل واحد يأكل. مثلاً اليوم الغداء سمك، سمك ويا تم الباقلة. اليوم الغداء نواشف، يجيبوا لك يعني هو يومية شكل، يومية شكل، نوبة مرقة، نوبة قاص، نوبة لحم، نوبات، نوبة دجاج، نوبات يجيبوا لك فاصولية وياها تمن ودجاج، نوبات دجاج واحدة. زين أنا هسه توني تريقت بالتسعة، ايش مهموش النوبة كل. أنا أقول لك، أنا أقول مو هذا خذ سؤال، طوني أكل ما أكله ما يخالف. جابونا جنط، هالجنطة هذه هم انطوكم جنط؟ اي هالجنطة هذه بها حاويتين، كل حاوية تخلي بها الشيء اللي انت تريده، تخلي الأكل اللي ما تريد تاكله بسنتر، مثل ما تفضلت تقريت أنا مثلا شبعت بالفطور لأن الأكل دسم وما تشتهي تاكل خلال هالفترة هذه، تخلي تاخذه بالحاويات الذبة، والذبة بالجنطة، وهاي جنطة محافظة عن الحرارة والهذي، بحيث من تفتح عند يمهلك تلقي نفسه تاخذه ياكل البيت، تاخذه وياك بالبيت للبيت نفسه تلقيه ما متلعب. جيت سيارة ودتك للبيت، السيارة تأخذك من السنتر ها أو المركز الاجتماعي توديك لهذا للبيت. للبيت ينها شنو هاي حايرين بيكم هاي اللعبة الدوخاء لا يعني. لا بالعكس، وإنما هذه هي الدولة دا تصرف، الدولة شنو دايخة بيكم؟ دا تصرف على كل واحد على ما أعتقد 78 دولار يوميا تقريبا، يعني هذا يكلف الدولة 78 دولار يومياً. ها؟ إنه سيارة توديك، سيارة تجيبك، بالضبط، وأكل ورياضة وإلى آخره. إضافة إلى يسوي لك، يسوون إحنا كل شهر حفلة، يجيبون مطرب وفرقة موسيقية ها وحفلة، والحفلة نتمتع بها بحدود 3-4 ساعات. تحت أكو احتفالات مثلاً اثنين مثلاً. حصلوا على فد شيء وسووا لهم حفلة، صار عيد ميلاد، كل واحد كل شهر، كل شهر أو مثلاً مواليد الشهر الثاني، إحنا مو بشباط مواليد الشهر الثاني لهم جوائز، يجي الثالث لهم جوائز، يجي الرابع لهم جوائز، هم يسووا لهم حفلة مع عيد ميلاد، كل هو يعني راس مو الحفلة يسووا لها، يصير الحفلة ويصيحون أسماء اللي مواليدهم بذيك بذاك الشهر، يعطوهم جائزة. جائزة عينية. إضافة إلى ذلك من بعد الغداء نلعب بينجو، 4 جوائز بينجو. جوائز البينجو أقل جائزة هي 10 دولارات، تروح تسوق من عندها من فالي فود، لأن هم فالي فود يعني بطاقة تسوق، بطاقة بقيمة تسوق 10 دولارات، قيمة 10 دولارات. وأكو جوائز عينية مثلا بطانية، مثلا سيت كلاصات، مثلا أماعين. انت هم غلب تفديون؟ اي غالب. زين هاي شلون واحد يروح يسجل؟ شلون يسجل؟ عادي لان هو موجود على الانترنت هذا، اذا ما شو اسمه لا اعرف الشروط شنو يردون. الشروط اي واحد يجي؟ اي واحد، يجب ان يكون سنيور عمره من 60 وفوق. اكثر من 60 سنة يسجل. يسجل بي. زين انا 63. اي مقبول بي وعلى الرحب والسعة وبدون اي قيود. خل افكر خل اروح اشوفه. زين اريد اشوفه اول مره يصير؟ اي يصير، تجي زائر يعني؟ تجي زائر استطلاع. اي تجي زائر استطلاع بارض الحرام مال الجيش قبل. تجي زائر وتشوف الوضعيه والخدمه وما ادري شنو عجبك سجل، ما يعجبك الله وياك. بس هو كل اللي اجوا زوار تجربه يعني، اي كلهم انعجبوا بالخدمه وبالهذا، لان خدمه متناهيه واحترام متناهي، وتقضي وقت يعني، تقضي وتتعرف على السولف ويا جماعه. نوبات نلعب دومنا، نلعب طاولي، نلعب ورق. نعم. ها خلال فتره هذه بين من وراء الرياضه خاصه. نعم. من بعد الفطور. بس حبيت اضيف هذا الشيء هنا، كل مكان هي كل هاي الحياه هي يعني سنه الحياه هي هاي. شخص مثلا يكون كبير بالعمر، أولاده مثلاً مشغولين بعيدين عنه، بالضبط هو يريد يسولف يريد يحكي، خاصة هنا بأمريكا. بأمريكا شوية العلاقات الاجتماعية تختلف عن الشرق الأوسط. بالشرق الأوسط أغلب الناس مو مرتبطة بعمل يعني وكذا هالشكل، والنساء عادة هن بالبيت، فممكن تسولف ويا أمها الكبيرة بالعمر.
ممكن تسولف ويا ابوها الكبير بالعمر، لكن هنا أنا الكل يروحون للمدارس او يروحون للشغل، يبقى الشخص الكبير بالعمر هذا كان يعني ساكن مع عائله، اغلبهم هم ساكنين وحدهم يعني كبار العمر، ارمل ارمله او هو وزوجته واولاده بعيدين، هنا ماكو عوائل كبيره تقعد، نادرا ما تشوف عائله هو واولاده قاعدين ببيت واحد، ما شفت انا لحد الان. كل واحد وحده هنا، كل واحد يعيش وحده. فالشخص الكبير بالعمر تعرفون يحتاج شخص يسولف وياه، يحتاج شخص يعتني به، ينمي مثلا قابليته، مثلا هوايه امور حتى. فهذا المركز الاجتماعي يعني راح يعتنون بهذول كبار السن، اول شيء راح يلعبوهم رياضه، يشوفون الصحه مالتهم يعني يوميه، الضغط السكر بالضبط يوميه. ثلاثه بعض الاشياء اللي الخدميه يقومون بها، انه مثلا تجيهم رسائل، هنا بامريكا اكو رسائل بالبريد، رسائل بالضبط على طول تجينا رسائل خدم، هاي الرسائل بالبريد، هاي الرسائل بالبريد هي باللغه الانجليزيه واغلبهم ما يعرفون كبار بالعمر هم، فهنا بالسنتر هاي ممكن انت الرساله تروح توديها وتشوفهم وياها شنو هاي ماليش، طالبين من عندك مثلا فد بل خلينا نقول عليه، يعني انه انت لازم تدفع ورقه مال الكهرباء، تدفع ورقه مال الانترنت، جتك غرامه مال سياره، صارت غرامه مال ايجار مال كذا، هم ما يحلوا لك هاي المشاكل كلها كليتها، راح يتصلون يتصلون بالجهه يعني الخدمات اللي يقدموها بالضبط. هوايه هوايه امور بعد اكو، لو اريد اسولف لكم على الخدمات اللي يقدموها بالسنتر يعني تتعجبون. مثلا يعني راح اروح هسه باكر، يعني راح اروح اسجل، سجلت ويسالوني شنو الامراض اللي بيك، شنو مرضك، شنو كذا شنو كذا، شنو وين تراجع بالضبط، الدكتور مالك شنو كذا، اعطيتهم كل المعلومات وقلت لهم انا بالبيت ما بي حيل، يعني اريد لي فد شخص يجي يغسل هدومي مثلا، يسوي لي اكل، وحتى زوجتي مو مجبوره زوجتي ان تسوي لي هذا، وهي كبيره بالعمر وهم تحتاج. فشو يسوون؟ راح يعينون، يشوفون حسب الحاله اللي انا بيها ويقيموها باليوم كم ساعة أنا أحتاج شخص يجي يخدمني بالبيت. فهذا الشخص اللي يجي يقدم لي هاي المساعدة بداخل بيتي ذاك الوقت أنا أختاره، مثلا أخلي بنتي وينطوها مبلغ من المال، أجل. أخلي شخص غريب مثلا، هو يكون ناس اختصاصاتهم ما هالشكل، يجي هذا الشخص يأخذني مثلا بالشهر مرة للمصرف، أقبض راتبي تقاعد مالي مثلا، أنا عندي تقاعد، يأخذني للأسواق أروح أسوق او هو يروح يسوق لي، ياخذني مثلا طلع هو سال ترفيهيه العصير الباركات المواقع كل شيء، يعني عندي ترفيهيه، عندي مشاكل هو يحل يا هذا الشخص من ضمن الساعات، دزه يسوق لك يجيب لك الادويه، ها الادويه تجيبوها دليفري، الادويه الصيدليه تجيك للبيت، للبيت كاليفورنيا. انا رحت غير ولايه هاي الخدمه ما موجوده، كنت في انتاريو اوريغون، يعني رحت على الصيدلية قلت لها عندنا احنا بسان دياغو سجلنا بالصيدلية هاي الأدوية توصل للبيت، قالت احنا ما عندنا هنا هاي بس بسان دياغو عندكم، بس اكو غير ولايات موجود بها غير كاليفورنيا. بعد اكو شغلات همات بسنتر، مثلا انت عندك موهبة، مثلا انت موسيقي، اي جيب الآلة مالتك تقوم تعزف، ينمون الموهبة مالتك ويعطوك مجال. أنت شاعر. زين أنت شاعر. ها؟ شطوك. أنا عدة مرات مسوي ندوات شعرية هناك. إيه. ها؟ مو ندوات شعرية مو عادية، وإنها بالموسيقى. هذا بالموسيقى يدق، ها يعزف معزوفة وأنا أقرأ شعر. هلو. وقاعدين اللي قاعدين متونسين وما شاكل ذلك. أنا أسجلها لهذا. متونسين. راح أسجل بس ممكن يخلوني أسجلها. لا خلوك. والله. إيه ماشي. خلوك. لأن هو لأن هذا في النشاط معين بالنسبة للجالية. قبل ما يقارب 8 سنوات بنفس هذا المكان اللي إحنا قاعدين به، كان عندي صديق الله يرحمه توفى، عزيز علي كلش، عمره 75 سنة. اجا وياي من بيروت، هو اجا ويانا من بيروت، يعني هم كان بيروت يقدم على اللجوء، وجينا احنا قبل الامريكا جينا هنا، وبعدين هو اجى علينا يعني، وانا التقي به هنا على طول. اسمه بطرس الله يرحمه. على طول شنت اقول له؟ اقول له بطرس انت عندك وقت وانت كبير بالعمر، سجل بالسنتر. لا ما سجل بالسنتر، انا هنا وتشوفه على طول هنا يمشي يروح كذا هذا. بالاخير لحيت عليه راح سجل بالسنتر، بنسجل بهذا المركز الاجتماعي اللي سولف هو مو بس واحد، عده مراكز موجوده
فهو لما راح سجل شفته ورا فتره ها شلونك قال اوه متونس ها قال يجيبون اكل ومحترمين ويسوون رياضه ابو جعفر يفحصون الضغط ضغط السكر بالضبط يعني كان فرحان وهواي اشخاص وعندنا شعبه السرفي اللي هو تمارين المساجيه رياضه هذه وعندنا رياضية. كراسي ايضا للسرفي اما تقعد على كرسي والشغله حسب الاصول يمسج لك ظهرك يديك رجليك وما شاكل ذلك كل هذه موجوده انت وحدك مسجل لو انا وزوجتي لا انا وزوجتي حلو يعني صار لي 12 سنه بهذا المكان لا هذا المكان جديد اللي نقلت له قبل حوالي سنه لانه براحه اكثر وهذا على الطريقه نقول الطريقه الامريكيه لان خاضع الى فحوصات معينه ورقابه جيده جدا عليه فشوف الشغلات يعني اللي بيه كلها اوكي شاشات مال تلفزيون عندنا 6 شاشات مال تلفزيون انت من ما تلتفت تلقى الشاشه مفتوحه هو مكان حلو نظيف مكان يعني مره رحت شفته واسع واسع حلو الكراسي مالته اي واسع والبنات يفترون دائما بالضبط يتسمون وياك عمو محتاج شيء بالضبط تريد اكل بعد يعني اي شيء تعرفون هذا كبير بالعمر وفي البيت من يحشو يا من هذا ويشوف بنانه اذا ما يقدر يمشي يقودن اثنين بنات بالضبط اي يمشوهم رياضه بالشارع يطلعوهم يفروهم يعني انت تشوف عنايه لانه من اجوا ذولا كبار السن اللي كانوا اول مره اغلبهم ما يقبلون يجون من اجوا وسجلوا بهذا المكان يحس الانسان انه بعد حي يعني انت عمرك كبير بس بعدك حي وعندك قيمه امام الاخرين والناس تحترمك وإلك فت قيمه يعني واحد مهتم بيك تعرفون الكبير بالعمر يحتاج الى اهتمام مو بس هاي من نطلع مثلا انتهت الدوام مالنا يتلقفوك يصعدوك بالسياره هيك يتشولك حتى ذا كل شيء ما بيك يخافون عليك خاف توقع شيء اخر ابو حسان مثل هسه هنا انت قعدت لفرضا ما مسجل بهذا المركز قعدت الصبح الشقه مالتك هنا جيت هنا تمشيت قعدت هم وحدك يجوز تشوف لك واحد اثنين يسولف وياك تشوفني كذا بالضبط بس انت بالسنتر كم صديق عندك؟ وايا كلهم شو تسوي؟ ودومنا وطاولة بالضبط وصحيح لا وتسولف وياه نسولف اي البارحة وين رحت؟ سويت انت لما شفني المسلسل لا هاي الأغنية حلوة لا 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 خلص النهار وانت سولفت هاي طاقة صرفتها لا مو وقت يعني تخلص 4 ساعات كأنه دقائق معدودات واكو وياهم اشخاص اختصاص بالسنتر هذا اللي نتكلم به اختصاص نفس علم نفس يخلونك انت شلون تنمي قدراتك الذهنيه ينطوك مسائل حسابيه ينطوك فد اشياء تكتبها ينطوك فد يعني فد ممارسات عندهم وايضا اكو اختصاص بالطب بغير مواضيع واكو اختصاص بالرياضه واختصاص تغذيه يعني تمل انه انا اشجع كل الناس كبار السن نساء ورجالا اللي يسكنون بالكاهون تروحون على السريع تسجلون بهذا المراكز الاجتماعية اللي متوفرة هنا أنا بسان دياغو وبالكاهون لأنه حقيقة يفوتكم الكثير ننهي الفيديو خوش حاجة الله لا حلو منو هذا خاص بالسناتر خدت كيف أهل السناتر يكيفون سوينا لهم دعاية تحياتنا لكم هاي وصلنا لحد نهاية الفيديو أنا أشكر أبو حسان اللي سوانا هذا الفيديو حقيقة أنا صورت يعني شوية هيك قلت 10 دقائق أو 5 دقائق بس أبو حسان سوانا واهس وفتح لنا موضوع ودائما المواضيع يعني نلقاها من نلقى أصدقاء من نتعرف على ناس بعد أكثر وأكثر وإن شاء الله فيديوهاتنا مستمرة وياكم تحياتنا لكم مع ألف سلامة مع السلامة ولا أحد يسوي لا تعليق ولا أحد يسوي إعجاب ولا أحد يكتب تعليق يعني وتعبون نفسكم خلوا هيك الفيديوهات وهذه بعد سلام